اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق التوفيقيه يوم الاربعاء ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 26/4/2023 وتعالوا نشوفوا اسعار العجول الذكوره الجاموس اللحم النهارده في سوق التوفيقيه. الله اكبر. صباح الفل حي، كل سنه وانت طيب. صباح الخير يا معلم. صباح الفل يا معلم. عرفنا باسمك؟ حاج رضا موسى. المعلم رضا موسى يا جماعه، منين حاج رضا؟ كفر الزيات غربية، يعني سنارت النهارده في التوفيقية معلمي الغربية وتجار الغربية الناس المية مية اللي مانسين ومنهارين في السوق التوفيقية بحيرة. الله يبارك لهم ويصلح حاله ومحال الجميع يا رب، اللهم امين. الاسعار عاملين النهارده في سوق التوفيقية بعد العيد، في تريحة بعد العيد، تريحة بعد العيد برضو إيه. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله. عمر قد ايه كده معلمي؟ ولد؟ اي يعني 18000. اللهم صل عليك. يا عمر سنة وشهرين. سنة وشهرين. والسعر 18 في الأربعة؟ لا الواحد 18 في 18. 4 في 18000 العيد. بسم الله ما شاء الله 18000 العيد يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. يعني دي الاسعار اللي ماشيه الحقيقيه بمرض الله. دي اللي بمرض الله عشان في تريحه بعد العيد. طبعا كل طلع من العيد لسه مش عارفين كده الحقيقه. في تريحه بعد العيد. بسم الله ما شاء الله. لو نزل شويه بعد العيد. نعم غلو العلف العامل كده بس العلف غلو العلف طبعا. الله ربنا يرخيها من عنده ويصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. طب معاك رقم تليفون ناخد له حد اسحاب موجود عندك يعني؟ 010 26 85 76 92. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباح كبد ان شاء الله. الغربيه وتجار الغربيه الله يبارك لهم. كفر الزيات بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك. انا العجول الذكوره البقري المحيره يا جماعه في سوق التوفيقيه مع المعلم محمد محمود بتاع شبر خيط. السلام عليكم يا رجاله، كل سنه طيبين. اللهم صل عليك. انا بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. مال من المال الطيب يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل عليك كنب. الله اكبر. ازيك يا عسل؟ انت ابن مين؟ الله يبارك لك. كم وكم يا حاج محمد؟ هم ب 80 جوز دول ب 80. بسم الله ما شاء الله. وده ب 35. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل عليك كنب. 35 و80 يا جماعه، يعني الثلاثه عاملين 115 كده. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. 115 يا جماعه، ثلاث عجول محيرين هم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. صباح الفل. مش هنوبنا حاجه من التصوير دي. هينوبك يا عم حاجه من التصوير. اي حسنه حتى. اي حسنه. اي احلى حاجه. لا ينوبك يا عم كل حاجه. ما يهمكش حاجه. نقطعه ده للعجل ده وندوه. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. يعني الحاج والاضحيه دول يا حاج محمد؟ اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. 35 يا جماعه و80000 الجوز دول وكيلوات ب 35. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. معاك حاجه ثانيه يا حاج محمد؟ طب ادينا الرقم. 010 26 32 39 39 4356 4-3 كم؟ 5-6 5-6. أي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل مواجب. كل سنة وأنت طيب يا حاج محمد. نهاركم أبد إن شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعة. الله أكبر. 115000 الثلاث عجول يا جماعة، 2 ب80 وعجل ب 35. الله يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب، اللهم آمين. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الخير يا معلم الحاج. عامل ايه يا غالي؟ كل سنه وانت طيب. الجو عامل ايه بعد العيد كده؟ والله تعبان برضه. يعني في هبوط في الاسعار ولا في غلو؟ مش عارفين. مفيش زبون. مفيش زبون. لسه بعد العيد طبعا، والعالم لسه بتاكل كحك وبسكوت وبتعيد. طبعا. الله يجوي العالم يا رب، اللهم امين. بسم الله. 30000. 30؟ عامل 30 ما جابش غير 28. الله اكبر. ربنا يعوض عليكم ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. عمره قد ايه كده يلحق الاضحيه دي؟ لا دي عمره سنة ونص. اللهم صل. يعني ما يلحقش الاضحيه؟ لا يلحق الاضحيه. بسم الله ما شاء الله. يعني هو عامل 30000 من عمل هنا 28. اللهم صل على عجل يا جماعه. صلاه النبي عليه. هو من عمل 28 وهو عليهم ب 30. عليكم ب 30. بسم الله ما شاء الله. اسحب يا رضا كده. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. عجل صلاه النبي عليه يا جماعه. الله اكبر. الله اكبر. حاجه بالصلاه على النبي. ما عندكم حاجه غيره تاني؟ والله في خير ان شاء الله. في يعني باذن الله. طب ادينا الرقم ان شاء الله ربنا يسهل حال بزبون ياخد منكم برضه. ماشي.
زيرو 12 8 زيرو 3 10 2 8 2. قاعدين فين بالظبط يا حاج؟ كفر الثابت تبع تيل بارون، تبع شبر خيط كفر الثابت. الله يبارك لك يا حاج، صباحك ابيض. اي حد يتواصل معك تبع قناه المواج اليوم بالله عليك تعمل معواج. الله يبارك لك ويستر حالك حاج عبد السلام. طبعا يا جماعه الوجهه المضحكه بتاع السوق التوفيقيه وجميع الاسواق، الله يبارك له الحاج عبد السلام يا جماعه، بيضحك طوب الارض. الله يبارك له ويجعل في وشه التبسيم على طول. الله يبارك له. عامل ياما دعم عبد السلام؟ عامل 44 44 الف يا جماعه. بسم الله ما شاء الله المعلم عبد السلام، الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. جزائر عيسى عم عبد السلام، الدلنجات وتجار الدلنجات يا جماعه، المعلم عبد السلام الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. عقل يا جماعه صلاه النبي عليها. وتخرج كم عم عبد السلام بمرد الله؟ والله ب 44 44000. بسم الله ما شاء الله. لبان ولا كسر حاجه؟ لبان يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز اضحيه العيد بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا معلم عبد السلام. ادينا الرقم. طيب موجود عجول ذكور لح؟ موجود. الله يبارك لك يا حاج عبد السلام. ادينا الرقم. 011 4189 2342 المعلم عبد السلام الدلنجات. فكني منك على خير يا رب. الله يبارك لك على عبد السلام، صباحك ابد ان شاء الله. الله يرزقك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. سلالات المعلم ابراهيم عبد الله جماعه قوم زمران مركز الدلنجات. عشر كم ده حاج؟ صبحي 4 10 4 بسم الله ما شاء الله. بعد بيوم 48000 10 4 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. المعلم ابراهيم عبد الله والمعلم عبد الله الله يبارك لهم ويصلح حالهم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عجميه جاموس يا جماعه 10 4 بسم الله ما شاء الله. شاكرين على صبحي الله يصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. معلم كريم موسى الله يبارك له. ليه بس يا معلمي؟ ده عجل صلاة النبي عليه حلاوه اهو. عامل كام والله معلم كريم؟ حبيبي ب 19200 19200 المعلم كريم موسى الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اسعار 100 في سوق التوفيقيه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. الوانات جميله يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. قولوا كده ونشوف معاك. لب كام اتذكر من دول يا معلم؟ والله صباحك ابيض. كل سنه وانت طيب. صباح تشرات يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. حضرتكم منين يا معلم؟ حوش عيسى. حوش عيسى وتجار حوش عيسى منورين في سوق التوفيقيه النهارده. الله يبارك لهم ويصلح حالهم. صباح تشرات يا جماعه. الوانات 100 في العجول الجنيه في سوق التوفيقيه. تجار حوش عيسى الله يبارك لهم ويصلح حالهم. بسم الله ما شاء الله. ادينا الرقم وانت ماشي كده يا معلمي. ماشي. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. صوره خدته بكام ده والله يا باشا؟ ده مع امه. مع امه والله يبارك لكم. خدته بكام والده يعني؟ جاموسه عامله ايه؟ 60000. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. جاموسه والده يا جماعه 60000. ربنا يجعلها مبروكه يا حاج عليكم. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. البقر الوالد يا جماعه في سوق التوفيقيه. السلام عليكم يا رجاله. كل سنه وانتم طيبين. خدته بيام يا حاج؟ خدته بيام؟ من يسألك ما فيهاش حاجة سؤال حاجة؟ الله يصلح حالكم يا حاج. الله يسهل لكم الحال. الله يكون اشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. أنسبكم في رعاية الله وأمنه. والسلام عليكم ورحمة الله.